بكل تأكيد الصين وروسيا دولتين صاعدتين على المستوى الاقتصادي، وهناك مخاوف جدية وملموسة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أن تنزل، يعني أن يعني تتدنى يتنى موقع أمريكا في العالم، يتدنى إلى الثاني أو الثالث. أما تصريحات وزير الدفاع الأمريكي فهي ليست مستغربة، هو لازم يصرح بذلك لأنه وزير دفاع يريد تسليح، يريد تشغيل صناعات الأسلحة الأمريكية، ويريد إنفاق أكثر، يريد تخصيصات أكثر من موازنته. فلذلك يشير إلى تصاعد القوى العسكرية الصينية والروسية، في حين أنه يعني القوة العسكرية التقليدية بعدد الجنود أو الدبابات أو الطائرات أصبحت يعني قديمة، يعني أصبحت غير مهمة. الحروب المستقبلية تشن ليس من خلال الأساليب والطرق التقليدية، وإنما هناك أساليب جديدة ظهرت إلى العيان، يعني حروب الإلكترونية، حروب الصواريخ، ولا سمح الله الحروب النووية. طيب، الواضح دكتور بارق بأننا لسنا فقط أمام القضية الأوكرانية والتحشيدات الروسية التي تحدثنا عنها على الحدود الأوكرانية بهذا الشكل، وكل هذه القصص التي تحدثنا عنها وهذا الصراع مع أوروبا، بل أن روسيا أيضا اليوم موجودة في سوريا. شركات نفطية روسية دخلت إلى العراق منذ نهاية عام 2020، بدأت هذه الأمور تظهر واسم روسيا بدأ يظهر لدينا في العراق. اتفاقيات مهمة أيضا تمت مع إيران، كذلك المنظومات الدفاعية الروسية دخلت إلى السعودية مع انسحاب المنظومات الدفاعية الأمريكية مع السعودية. برأيك سيدي الكريم، هل تعتقد بأن روسيا فعلا تأخذ نفوذها بذكاء في كل مكان، والقضية ليست فقط في أوكرانيا، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية البعض يعتقد بدأت تخسر الكثير من نفوذها، هل تتفق أنت مع ذلك؟ أحسنت سيدي، نعم هذا هو بالتحديد ما تشخيصك دقيق، إنه المسألة هي ليست أوكرانيا وإنما هي مسألة نفوذ دولي. بالفعل روسيا استعادت عافيتها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وأصبحت الآن القوة الثالثة، يعني بجانب الصين القوة الثانية، وانتهى زمن بوش الأب الذي أعلن بعد انتصاره على العراق، أو هزيمة جيش صدام من الكويت وتحرير الكويت. أتذكر جيداً في عام 91 أعلن جورج بوش الأب أنه لم يعد هناك إذلال لأمريكا بعد هزيمتها في حرب الفيتنام، ومع هذا الانتصار سوف يبدأ القرن الأمريكي الجديد. هذه الأحلام انتهت مع صعود الصين واستعادة روسيا عافيتها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. روسيا أصبحت الآن لاعبة في الساحة الدولية بجانب الصين، معنى ذلك نحن على عتبة الانتقال من القطبية الواحدة إلى القطبية الثنائية البيبولاريتيت، وهذا ما يخيف أمريكا. طيب، هل تعتقد بأن ما تحدثنا به الآن من طبيعة النفوذ الروسي، القضية الأوكرانية والجيش الروسي العملاق الذي يقوم بالمناورات على الحدود الأوكرانية، الوضع في سوريا، هذه الأوضاع جميعها وانحسار نوعا ما الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة على الأقل مما نراه الآن، هل تعتقد بأنها أخبار جيدة لإيران التي تتقدم نوويا، التي تحقق الاتفاقات مع هذه الأطراف؟ هل هي أخبار جيدة لها في المنطقة وممكن أن تعزز نفوذها هي أيضا مع تصاعد روسيا بهذا الشكل؟ يعني الكثير من دول ما يسمى بالعالم الثالث، بما فيها إيران، وليس إيران وحدها، يعني بالفعل
ترحب بصعود روسيا كند لاحتكار أمريكا، احتكارها النفوذ الدولي. يعني كما قلت، القطبية الواحدة هي ليست في صالح الكثير من دول العالم، لأنها أصبحت خاضعة للنفوذ الأمريكي من دون يعني ما كيف تسميه نويتراليزيشن، يعني من دون احتواء نعم أو تخفيف هذا النفوذ من قبل القوى المضادة. الآن أصبح تصاعد نفوذ روسيا والصين في العالم الثالث أتى كوسيلة مساعدة لهذه الدول في مجابهة النفوذ الأمريكي. ومن ذلك لا غريب أن يعني إيران وحتى سوريا عفوا والكثير من الدول الأخرى تشعر بنوع من الارتياح والثقة بالنفس، لأن هناك من يجابه القوة العظمى الأمريكية.